بالصلابة الدفاعية المنتخب المصري بيقدر يقتنص نقطة من فم الأسد وهو أسبانيا طبعا في مباراة دفاعية بحتة لعبها المنتخب المصري قدام أسبانيا قدر يخرج منها بنتيجة إيجابية وهي التعادل وياخد نقطة من منتخب زي منتخب أسبانيا وده اللي كان المنتخب المصري داخل يلعب عليه أصلا من بداية المباراة وأقول لك إزاي في الحلقة. ولكن مباراة مميزة جدا من رجال تشاوي غريب قدمنا فيها كل حاجة دفاعيا ولكن عندنا شوية مشاكل هجومية أقول لكم إيه حلها برضه في الحلقة. فطالما الحلقة دي وصلت لك انزل اعمل لايك، اول مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان حلقات الاولمبياد تجي لك انت اول واحد. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصية. المنتخب المصري النهارده بدا بالاربعة او بدا بال 3-4-3 على ارض الواقع وعلى الورق، ولكن في المباراة احنا بنسبة كبيرة بنلعب 5-3-2. الاثنين اللي بيبقوا في الامام هما بيبقوا غالبا رمضان صبحي واحمد ياسر ريان، واحنا كمان بتحول ل 5-4-1 وبنلعب بس احمد ياسر ريان كمهاجم وطاهر ورمضان بينزلوا جنب امام عاشور واكرم توفيق وكريم العراقي واحمد فتوح بيرجع عشان يشكلوا الخماسي الدفاعي مع اسامه جلال والونش واحمد حجازي. في بدايه المباراه انا كان عندي علامات استفهام كبيره جدا على شكل الدفاع بتاعنا. هنلعب ميديوم بلوك، بنحاول نلعب دفاع كومباكت، بنحاول نلعب دفاع كتله واحده، واننا بنحاول نلعب دفاع كتله واحده احنا في مساحات ما بين الخطوط. عندنا في مساحات ما بين الخطوط اكرم توفيق وامام عاشور، اوقات بيبقى في مساحات في ظهرهم اللي بيقدر يستغلها اولمو وريازابال واسينسيو واللاعبين اللي بتنزل ما بين الخطوط عند اسبانيا، بينزلوا ما بين الخطوط يقدروا يستلموا ما بين الدفاع وبين نص الملعب، ودي كانت مشكله كبيره انا بحاول وقت اي تحسن في الحته دي. والحته كمان كانت انا مستغربها ان الدفاع بتاع منتخب مصر سواء اسامه جلال او الونش او حجازي كانوا بيتسحبوا من اماكنهم بكل سهوله، بتشوف اسامه جلال اتسحب مع اولمو او ريازابال وخرج بره منطقته وساب مساحه في ظهره وحاولوا اسبانيا تلعب في ظهره، او احمد حجازي او الونش وهكذا بيطلعوا من اماكنهم بتحاول اسبانيا تلعب في ظهرهم، وده كان شيء مش كويس. اللي انت المفروض بتحاول تلعب دفاع كومباكت، بتحاول تقفل مساحاتك، بتحاول تلعب ككتله واحده، المفروض المساحات ضيقه قوي ما بين الخطوط، مفيش مساحه ما بين الخطوط اللي انت اللاعب بتاع اسبانيا يقدر يستلم فيها. ولكن لما بنشوف ان لعيبه اسبانيا كانت بتستلم ما بين الخطوط وكانت كمان بتحاول تهدد مرمى منتخب مصر. لكن على المستوى الدفاعي احنا الثلاثي اللي اختاره شوقي غريب الونش وحجازي والشناوي اتوا بثمارهم. حجازي قد مباراه كبيره، الونش شلك كوره من على الجول، لو كان الونش اتاخر ثانيتين في التاكلينج اللي عمله كان ممكن لاعب اسبانيا يحط الكره في الجون ويخلص الماتش، ولكن الونش باستماته كبيره بيرمي نفسه قدام الكوره وبيشيل الكره في نهايه الشوط الثاني، والشناوي بيشيل الكوره، وحجازي سموم امان، حجازي لاعب الخبره اللي لعب كاس عالم واللي لعب على قارب افريقيا واللي لعب في البريمير ليج وبيلعب دلوقتي في السعوديه، لا لاعب خبره، لاعب عنده خبرات، لعب اولمبياد 2012 كمان. فانت لاعب حجازي واقف سموم امان ورا جنبه الونش جنبه اسامه جلال عاملين ثلاثي دفاعي كويس، صلابه دفاعيه، وزي ما رؤوف خليف قال خط بارليف اتهد ولكن خط دفاع منتخب مصر لا يهد. عملنا مباراه دفاعيه كبيره جدا، ولكن علامات الاستفهام بقى في الناحيه الهجوميه. احنا كنا في بطوله افريقيا كاس افريقيا اللي فات اللي احنا خدناها مع المنتخب الاولمبي، لما كنا اوقات بندافع قدام فريق كان بيبقى عندنا تحولات هجوميه سريعه، تحولات هجوميه كانت بتبقى منصوبه على حلين. الحل الاول انك تلعب كره طويله لمصطفى محمد، ومصطفى محمد يبتدي يطلع ياخد الكره طويله وينزلها لك على الارض ويبتدي يشغل الوينجات سواء رمضان او طاهر او ايا كان مين اللي بيلعب حواليه من الوينجات. والحاجه الثانيه اللي كنت بتحاول تلعب عليها هي الاطراف بتاعتك سواء كريم العراقي او فتوح يلعبوا يبداوا يعملوا لينك اب بلاي ما بينه وما بين الوينج ويبتدي يشغلوا سواء جبهه اليمين او جبهه الشمال. لكن النهارده كنا شايفينه اول حل هو الكرات الطويله، مفيش كوره طويله خدها احمد ياسر ريان، مفيش كوره طويله اتلعبت خد احمد ياسر ريان طول الشوط الاول، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللينك اب بلاي ما بين الباك اليمين والباك الشمال مع الوينج اليمين والوينج الشمال مش موجود، لان لعيبه منتخب مصر كنت بحسها بعد ما او شوقي غريب حسيته اللي هو في اوضه اللبس ما قالهمش يعملوا ايه لما الكوره تبقى معاهم في رجليهم، اللي هو يا جماعه احنا هندافع قدام اسبانيا تمام وحط الخطه الدفاعيه وكل حاجه، ولكن بعد ما عمل الخطه الدفاعيه او حط الخطه الدفاعيه مفيش حاجه نعملها بعد ما ناخد الكوره. كنا ناخد الكوره اهي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بالكوره، طب ناخد الكوره نبص نقعد نباصي ورا نباصي ورا نباصي ورا بعد كده نلعب كوره طويله حايره طايره ترجع لمنتخب اسبانيا، ولكن احنا عملنا اي حاجه. ده الشيء اللي كان مجنني، طب احنا ما قلناش في اوضه اللبس هنعمل ايه بالكوره؟
مفيش تحولات هجوميه من الدفاع للهجوم. طاهر محمد طاهر نازل بيتمشى في ارض الملعب. ايه يا رجاله انا واخد بقى دوري ابطال افريقيا، انتوا ايه بتقولوا ايه في طوكيو؟ طب يا معلم العب كوره، ارجع غطي في مكانك، اعمل نهايه هجوميه. مفيش. احمد ياسر ريان مش عارف ياخد كره طويله. احمد ياسر ريان مش مصطفى محمد. احمد ياسر ريان مش مصطفى محمد. واقول لك ليه الشوط الثاني لما نزل التغييرات، ان احمد ياسر ريان ما يستحقش يبقى مكان اساسي في المنتخب. العب بصلاح محسن، لكن مش احمد ياسر ريان، ومش طاهر محمد طاهر، ومش امام عاشور. الثلاثي ده مش هو اللي تلعب بيه في المباراه الجايه. انت عندك الارجنتين، انت المباراه الجايه نازل المباراه تكسب المباراه. الارجنتين مش اسبانيا، الاوراق اللي عند الارجنتين مش الاوراق اللي عند اسبانيا. فانت لازم المباراه الجايه تنزل عندك حلول هجوميه اكتر. كريم فؤاد يلعب مكان كريم علاء، كريم العراقي. ابراهيم عادل يلعب مكان طاهر محمد طاهر. صلاح محسن يلعب مكان احمد ياسر ريان. عمار حمدي يلعب مكان امام عاشور. انت عندك عايز لعيبه تلعب حلول هجوميه. كنت بتفرج على الماتش انا واصحابي قاعدين بنتكلم، بنقول ان كان لازم شوقي غريب بدل الثلاثي الدفاع اللي خدهم على الاقل كان ياخد لاعب في نص الملعب يلعب كوره، يبقى عنده شويه كوره يقدر يحول لك الفريق من الدفاع للهجوم. كنا بنتكلم حمدي فتحي او السوليه، ولكن لما نزل من عندك اكرم توفيق ادى الدور ده، عرف يعمل الدور اللي هو ياخد الكوره ويبتدي يشغلك اللعب سواء بالمهاره او البساط ما بين الخطوط. اكرم عمار حمدي لاعب مميز جدا في نص الملعب في الحته دي. اتمنى المباراه الجايه تريح امام عاشور شويه وتلعب بعمار حمدي، لاعب مميز جدا 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 في الحته دي. ابراهيم عادل لاعب مميز في حته الدريبلينج بتاعه، مميز جدا، سريع، فعال على الجول، مش زي طاهر. طاهر محمد طاهر نازل بيتمشى، نازل بيتمشى، ما عندوش ولا مهاره ولا سرعه ولا بساط ولا رؤيه ولا اي حاجه وبرده نفس الكلام ينطبق على احمد ياسر ريان. العب بصلاح محسن. صلاح محسن ممكن ياخد لك كره طويله، ممكن بالسرعه تضرب مدافعين الارجنتيني الماتش الجاي وتاخد صلاح محسن ياخده بالسرعه ويروح يجيب لك جول. لازم يبقى عندك حلول هجوميه سريعه. ولو رمضان صبحي بنفس المستوى ده قعد رمضان صبحي قناه واحده. رمضان صبحي المستوى اللي احنا شايفينه ده اللي هو عايز ياخد اللعيبه في ظهره ويجري بيهم، دي مش انت مش بتلعب في الدوري المصري ولا بتلعب في افريقيا. بتلعب نجوم سواء ايريك جارسيا او فايخ او الناس دي، بتلعب نجوم. في بدايه المباراه كان عايز ياخد ايريك جارسيا في ظهره ويجري بيه، ايريك جارسيا شد على طول فاول، انت راح فين؟ فايخو برده حاول ياخد ظهره يجري بيه فاول، برده راح فين؟ مش هيدوا لك مساحه تعمل ده. ممكن قدام الارجنتين يحصل ده، ولكن اسبانيا صعب. منتخب مصر قدم مباراه كبيره. اي نعم عندنا شويه علامات الاستفهام كبيره شويه في الناحيه الهجوميه، ولكن في الناحيه الدفاعيه انت عملت مباراه كويسه. اكرم توفيق عمل مباراه دفاعيه مميزه جدا، عمل طول المباراه ثلاث تدخلات، قدر يستحوذ على ثلاث تدخلات. ما كانش مدي مساحه لبيدري في نص الملعب انه يعمل حاجه. في الشوط الثاني كمان اتقفلت الدفاع كويس جدا، حاولت تقرب المساحات ما بين خط النص وخط الدفاع، حاولت ما تديش مساحه ما بين الخطوط. اسينسيو كريم العراقي حطه في جيبه خلاص، اولمو فتحه حطه في جيبه. جيم دفاع مميز جدا من شوقي غريب، جيم دفاع كبير جدا 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 من شوقي غريب. نرفع القبعه للمنتخب في اول مباراه اللي احنا داخلين المباراه بعد ما شفنا تشكيل قلنا يا معلم ده منتخب نازل يكسبنا كده على الماشي ويروح. نص اللاعبين اللي بتلعب او ثلاث ارباعهم لعبوا اليورو، كانوا في سيمي فاينال يورو 2020 اللي هي من اقوى البطولات على الاطلاق، كانوا بيلعبوا في سيمي فاينال. النهارده قدرت تعمل مباراه قدام فريق زي ده، مباراه ضد منتخب اسبانيا هيفرق كتير جدا 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 في المباراه الجايه، هيدي دفع للعيبه دي، هيدي ثقه للعيبه دي. احنا كسبنا او احنا عملنا مباراه مميزه ضد اسبانيا، ليه ما نعملش مباراه ضد الارجنتين؟ وليه ما نعملش مباراه ضد استراليا؟ وليه ما نكملش في البلوه؟ مباراه مميزه جدا من عناصر منتخب مصر، قدمنا مباراه كبيره، نرفع القبعه على منتخب مصر. لكن المباراه الجايه هيتحط عليهم ضغط كبير ان انت المباراه الجايه تبقى نازل مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز. مبروك لكل المصريين على التعادل، ولكن مش مبروك اللي انت عملت انجاز كده وخلاص نريح والحمد لله على كده. لا يا معلم، انت دي بدايه المشوار، بدات المشوار، حطيت رجلك على اول الطريق، خدت نقطه من اسبانيا، مطالب ان انت تاخد ثلاث نقط من ارجنتين ومن استراليا، وانت حطيت رجلك على اول الطريق. التعادل في اسبانيا مش نهايه العالم، مش اللي هو انت عملت كل حاجه، لا لسه عندك حاجات ثانيه ممكن تقابلها. مبروك لكل مصر، مبروك على التعادل لرجاله المنتخب المصري ورجاله شوقي غريب، ولكن دي بدايه المشوار مش نهايته. واتمنى يكون لعيبه المنتخب المصري وشوقي غريب يوصل الحته للعيبه اللي هو دي مش النهايه، دي مجرد بدايه. شافوه لكل اللاعبين، شافوه لكل الجهاز الفني، شافوه لكل حاجه في المباراه النهارده. ما صحناش على الفاضي، ما صحناش من النوم على الفاضي، الحمد لله على التعادل.
وبس ده كان رايي انا في مباراه اسبانيا ومصر الاولمبي. قول رايك انت في الكومنت في توقعاتك عن منتخب مصر القادر على الصعود من المجموعات ويكمل في البطوله ولا هيلعب 3 ماتشات ويروح. قول رايك في الكومنتس ولو حضرتك بتدوس الشام لايك عشان حضرتك تصرف بعض من الناس. اول مره تشوف نعمل اشتراك في قناه فرد جاز عشان حلقات الاولمبياد تيجي لك انت اول واحد. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام نشط جدا هناك تنزل تابعوني. وامشي على فيسبوك وتويتر كمان. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.